أعلن 1500 شخصية أردنية تضامنهم مع المجاهدين الأشرفيين. وقع أكثر من 1500 من الشخصيات الأردنية من ضمنهم 15 عضوا في البرلمان وثلاثة وزراء سابقين وعشرات البرلمانيين والسناتورات السابقين ورجال سياسة و210 حقوقيين ومحامين وخبراء قانونيين، بالإضافة إلى عشرات من الشخصيات الإسلامية وشخصيات أكاديمية وإعلامية وصحفيين من أكثر من 100 حزب وحركة وتيار سياسي. وقعوا على بيان بعنوان حملة تضامن مع المجاهدين في أشرف، معتبرين أن الاقتحام الذي وقع في 8 نيسان من قبل قوات عراقية لأشرف المنزوع السلاح والمجزرة التي ارتكبت بحق سكانه مجزرة يندى لها جبين البشرية، مشيرين إلى سقوط 35 شهيدا و350 جريحا. وأكدوا أننا ندين ونستنكر بأقوى العبارات عملية اقتحام مخيم أشرف، والتي تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للقوانين والأعراف الدولية وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة. ويتشكل الموقعون على البيان وثلثهم من النساء من معظم ألوان الطيف السياسي الأردني.